نظرا للتطورات الحاصلة بخصوص جائحة كوفيد 19 والتي تمثلت في ظهور 199 حالة ابتداء من الأربعاء 18 نوفمبر إلى ثلاثاء 24 نوفمبر و 522 حالة من الأربعاء 25 نوفمبر إلى فاتح ديسمبر 2020 وتسجيل في الأسبوع الأخير 8 وفيات وعلى أساس التطورات قرر المجلس في اجتماعه المعقد اليوم عدة إجراءات. أولا قرر لمتابعة الوضع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد 19 كل 48 ساعة،